انا بلعب في الصيد من وانا عندي 8 سنين. انت قالي النادي الاهلي دي ما كانتش اول محاوله بالنسبه للنادي الاهلي ان هم ياخدوا اول محاوله ليا، لا دي كانت الثالثه او حاجه، بس نادي الصيد ما كانش موافق خالص ان انا امشي لحد ما انا طلعت للمجلس الاداره وخلاص احنا وصلنا لنقطه اتفاق بيني وبين مجلس الاداره في نادي الصيد ان انا عايزه اروح الاهلي خلاص، يعني بحقق القاب في المنتخب وبحقق القاب فرديه وجماعيه، وصلت ان انا عايزه اخد المركز الاول، فده كنت هلاقيه في النادي الاهلي. البدايه خالص جت مع كابتن ايهاب الالفي، يعني وصل مع اتفاق مع نادي الصيد ان احنا خلاص بيع وشراء، هنشتري اللعيبه من عندكم، وتجينا في سنتين، عقدي سنتين. جيت وكنت مرحبه جدا بالفرقه، وخصوصا كمان ان هم كانوا اصحابي في المنتخب، فدي كانت حاجه كويسه قوي وكنت مبسوطه بيها جدا ان انا ادخل وسطيهم، ده ما اخدش كتير على ان هم اوريدي اصحابي. فبصراحه يعني نقطه انتقالي للاهلي دي كانت يمكن احسن خطوه انا اخدتها في ال 17 سنه اللي انا بلعبهم باسكت. فرقت يعني. فرق معاك كتير يعني طبعا. ما هو ده بقى اللي احنا انا وكريم كنا حابين نعرفه منك، الفرق ايه؟ طبعا نادي الصيد برضو نادي كبير، لكن نادي الاهلي دايما بيكون مختلف زي ما انت قلتي، اكيد اضافه كبيره جدا، اكيد النادي الاهلي حاجه مختلفه أكيد. فايه الفرق اللي انت لمستيه سواء هنا عن هنا؟ والله نادي الاهلي يعني مش 100% نادي رياضي قد ما هو مليون في المية نادي رياضي بحكم كمان الجمهور. انا اول بطوله شاركت فيها مع النادي الاهلي كانت بطولة عربية في اسكندرية، مجرد بس وجودي وسط الجمهور ووسط النادي وكده لا حسيت بفرق كبير. الجمهور غير طبعا. صح تفرق يعني طبعا اكيد الجمهور، كنت لما بشوف الجمهور حتى احنا ما كسبناش البطولة دي، احنا خدنا تاني بس الجمهور بصراحة ما سبناش، والجمهور كان على طول بيشجعنا لما بيلاقوا ان فعلا اللعيبة بتموت نفسها واللعيبة واقفة ومش بتفرط في اي ماتش. لا يعني الجمهور فعلا هو يمكن احلى حاجه انا شفتها في النادي الاهلي هي كانت الجمهور في بطولات محليه او بطولات قاريه او افريقيه. صح. عربيه، هي احلى حاجه بصراحه.